دكتور علم صالح بيتكلم على امتى الاسعار تنخفض، اللي بيتكلم وزير التموين مش حد تاني، بيتكلم سيد وزير التموين. فقال لك طالما بنقضي على السوق السوداء الموازيه للدولار وتوفر الدولار اللي جاينا من الصفقه الهامه جدا راس الحكمه، نبدا نتكلم على نزول في الاسعار. اي حاجه احنا بنستورد 97% من احتياجاتنا من الزيوت اكيد هتنزل، اكيد اعلاف، اكيد على فكره الاعلاف نزلت، نزلت الاعلاف على مدار اليومين اللي فاتوا، وفي اسعار زي ما قلت لحضراتكم في الاول نزلت، واحنا بنتابع الاسعار كل يوم تقريبا، ما عندناش غيرها شغل الشغل الشعب المصري الاسعار. تلاقي ناس بيكلموك من سوهاج من البلد، الحق سعر مش عارف وصل ايه النهارده، الاقيهم النهارده يقولوا لي حاجه نزلت شويه، حد تاني يقول لك يبعت لك فاتوره، انا تليفوني ده عليه فواتير بتجيلي من الكره الارضيه. والله فواتير، ناس بتبعت لي فواتير، بص معقول السعر ده يبقى كذا، بس بدأوا بصراحه يعني، وانا بشكرهم، بشكر الناس اللي هي ايه وقت ما الحاجه ايه طب بدأت شويه، يقول لك شفت النهارده بدأت شويه، يعني بدل ما كان حاجه مثلا بعض الحاجات كانت مثلا ب 90 جنيه امبارح بقت حاجه و80 82 83، حتى لو نزلت حاجه صغيره بس اسمه فيه نزول. فهم نفس الناس وانا بشكرهم طبعا انهم عندهم الامانه، لان هو بعت وهو متضايق، وبعت لما لقى الامور قال لك هديت شويه، ممكن تنزل اكتر يا رب، تنزل وضعها الطبيعي يا رب، وحد ضد ده ابدا، وفي الاخر الناس عايزه ده. ولكن دكتور علم صالح النهارده بيقول لنا كمان حقيقه الاسعار هتنخفض ولا لا؟ نشوف. مجرد ان هناك